مفاجآت كثيرة حملتها الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وفي حفل الختام كانت هناك مفاجآت، أكثر ضيوف من كل مكان زاروا المهرجان وكانت لنا معهم هذه اللقاءات. إحنا بنعمل عمل، أو الفنان على العموم صانع العمل بيحط فيه مجهود وأمل وخبرته على أمل إنه لما يدخل بمهرجان يعجب الناس وياخد جوائز، فيبقى مهرجان يبقى فيلم له قيمة، وفي نفس الوقت لما يعرض جماهيريا برضو ينجح. ما هو مش عايز يعمل فيلم ما حدش يتفرج عليه. نستغنى عن الفن وعن الثقافة؟ ما ينفعش، لأنه المهرجانات مش زي ما ناس بتفكر إن هي فن، ووقت الناس الفنانين يقابلوا بعض وريد كاربت. أنتوا بيشوفونا ريد كاربت ولابسين ومتشيكين، بس ده لازم نعمل ده صورتنا قدام العالم، ولازم تبقى صورتنا بشكل صح. شفت أحلام العصر، لكن باقي الأفلام ما شفتها باقي، لأني أبغى أعيش التجربة كاملة في السينما وكمان في البيت، لكن لأني أدري أن أحلام العصر راح ينزل متأخر شوية، فقلت لازم أشوفه. صراحة كلهم عجبوني، كل واحد مختلف عن الثاني، كل واحد عنده تقنيات وستايلات مختلفة، وكل واحد تشوف في روح المخرج في الفيلم اللي هو قاعد يسويه، ومثلا من أشياء اللي سريعة وشبابية وكذا لأشياء شاعرية وفنية زي نورة كده، مرة يدخلك حالة شعورية معينة، فمبسوطة بهذا التنوع الموجود. البحر الأحمر قاعد يعطي مساحة آمنة لكل المهتمين بالسينما وبالصناعة بالدرجة الأولى المحلية، وعلى مستوى أعلى كذلك الإخوة والضيوف العرب الموجودين، وحتى على مستوى العالم. على فكرة إحنا هنشهد إعادة أفلام كثيرة جدا، أفلام قديمة، وده يعني تقليد موجود في هوليوود وموجود في أوروبا وفي أمريكا، بيعيدوا الأفلام اللي لها علامات على السينما. احنا الان نشتغل على تصدير ثقافتنا وافكارنا وقيمنا الى العالم كله، هيعرفونا من وين. لن الاعلام ادى رسالته وما زال يؤديها. الدراما الان صارت لها رساله اكبر، لانها اعتقد تحاكي كل طبقات المجتمع، المثقف وغير المثقف، البسيط والشخص العميق، المراه الرجل. فاعتقد انه النقله من الاعلام الى الدراما ما زالت على نفس الخط ولكن بلغه اخرى. اظن الجمهور يبكي لانه يتعاطف مع الشخصيات، لانه يحس نفسه قريب للشخصيات، لانه يحس نفسه الحكايه تمثله. وهذا بالنسبه لي في فيلمي لابني حاجه تشرفني جدا. العرض الاول في جده، العالم الاول في جده لفيلم سعودي، وردت فعل الجمهور كانت ايجابيه جدا، وانه تعاطف مع الشخصيات وانه حبها وانه عاش معها لحظات الفرح والحزن. الان احنا يعني استقبلنا حول 188 عمل من منتجين وصناع افلام سعوديين، بناخذ منها 50 عمل ان شاء الله، وحنعلن عن الفائزين في شهر واحد ان شاء الله، ومنها حنبدأ ننتج أفلام تانية على السنة الجاية، وتكون خلص واحدة منها أو اثنين السنة الجاية إن شاء الله.